السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف إنارة في برنامج الانفرا ووركس. فهاجي هنا عند البيلت واقول له انا عايز اختار كريت كونسبشوال ديزاين، وبعد كده هقول له سيتي فيرنيتشر وابدا اختار الحاجة اللي انا عايزها. انت ممكن من نفسك تختار الإنارة اللي بالشكل دوت وتبدا تحطها او كخط مثلا اهوت، ولما تخلص مرتين هيبدا يعمل لي الخط. طيب الخط ما ظهرش عندي، طيب خلينا نتأكد ان انا هنا من المودل اكسبلورر مفعل السيتي فيرنتشر. اول ما تفعلها هتلاقي الانارة ظهرت معاك بالشكل ده. طيب نرسم انارة تانية، وليكن مثلا عايز احط انارة هنا، فهختار الانارة. خلينا نختار حاجة مثلا بشكل اخر، هتلاقي الانارة ظهرت معاك بالشكل دوت، وده الخصائص بتاعتها. تقدر تيجي من هنا تقول له لأ أنا عايز أغير شكل الإنارة بالشكل دوت، عايز أخليها بالشكل دوت، عايز أغير الأوبجكت سبيسينج، عايز أغير المعلومات بتاعتي، مثلا التاج عايز هنا أكتب التاج مثلا LI101، عايز تضيف لينك ليه بحيث لما أدوس عليه أدخل على الموقع بتاع البرنامج. عايز اضيف له ديسكريبشن، الخصائص بتاعته موجوده اهيت. ممكن تدوس على اوتو ابديت بحيث اي حاجه تعملها تتعدل على طول. ضفت لينك، ضفت تول تايب، ضفت ستايل، ممكن تيجي هنا تختار اي ستايل من اللي موجودين هنا مثلا دوت، تقول له اوكي هو اوتوماتيك يعمل ابديت ليه بالشكل دوت. زوم تو سيلكت يبدأ يعمل لك زوم على الحاجة اللي انت عامل عليها سيلكت. ممكن تعمل سيلكت مثلا عليه وتقول له مثلا عايز اخليه كبير مثلا بالشكل دوت، عايز اعمل له روتيت، عايز ابدأ احركه سنة كده سنة كده، يطلع فوق ينزل تحت زي ما انت عايز. اهو ممكن بعد ما خلصت اجي هنا واقول له انا عايز اصدر السناب شوت الصورة، تختار المكان اللي انت عايز تصدر فيه الصورة تمام، وممكن تقول له الطول والعرض قد ايه فيبدأ يعمل لك رندر ليها. يعني مثلا ممكن تقول له ده 2000 مثلا، و تقول له مثلا عايزها على الديسكتوب سيف، تقول له سيف. في ثانية هتلاقي قال لك خلاويص، تدور بقى على الصورة اللي احنا عملناها. هي دي الصورة اتعمل لها رندر في ثانية.